للأحكام القانون. ننتقل إلى السؤال الموالي عن حصيلة زيارة الوزير الأول التركي لبلادنا للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار، فليتفضل أحد واضع السؤال. تفضل سيد نائب. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير، شهدت بلادنا يومي 3 و4 يونيو الحالي زيارة الوزير الأول التركي، تميزت بعقد عدة لقاءات بين الطرفين، فما هي الحصيلة الاقتصادية لهذه الزيارة؟ وشكرا. شكرا سيد نائب. جواب سيد الوزير. شكرا سيد نائب، شكرا للفريق أولا على طرح السؤال، باعتبار أن هذا واحد السؤال مهم جدا وقيل حوله الكثير. قبل ما نقول بالضبط شنو اللي دار مع الجانب التركي، بغيت غير نلخص للسادة النواب، يعني في عجالة، حصيلة العلاقات الاقتصادية التركية المغربية على مستوى التبادل التجاري والاستثمارات، يعني تنتكلموا على المستوى العلاقات السياسية جيدة، لكن على مستوى الاستثمارات بغيت غير نشير أنه في التبادل التجاري في 2005 بالضبط كنا تنستوردوا حوالي 3.6 مليار ديال الدرهم من تركيا وتنصدروا حوالي 773 مليون ديال الدرهم. في 2006 غيدخل اتفاق التبادل الحر حيز التطبيق. من بعد شنو اللي ولى عندنا؟ 2011 وصلنا ل 9.5 مليار ديال الدرهم ديال الواردات، والصادرات 2.8 مليار ديال الدرهم، يعني نسبة التغطية بقات 29.7%. في 2012 زدنا واحد 300 مليون درهم، يعني على مستوى الواردات كنا في 9.5 ولينا في 9.8 مليار ديال الدرهم، وعلى مستوى الصادرات 2.9 مليار ديال الدرهم، وبقات نسبة التغطية 29.7. أنا تنقول هذا الشيء لأنه قيل كلام كثير حول هذا الموضوع. على مستوى الاستثمارات التركية، المعدل السنوي من 2005 ل 2012 62 مليون ديال الدرهم سنويا، والستوك اللي تنسميه ستوك دانفيستيسمون حوالي 500 مليون ديال الدرهم. الزيارة ديال الوزير الأول التركي، الاجتهاد اللي مشات ليه الحكومة أنه هذه العلاقات السياسية اللي هي جيدة خصها واحد إعادة الصياغة على المستوى الاستراتيجي باش يمكن لنا نعاود نقادوا العلاقات الاقتصادية، باعتبار أن الفجوة بيننا وبينهم كبيرة. فكان التركيز من طرف الحكومة على أن هذا الوضع الغير متوازن يجب أن يعود إليه التوازن، وهذا بطبيعة الحال تم من خلال التوقيع على اتفاق الشراكة الاستراتيجية اللي غتناقش فيه قضايا مرتبطة بالتعاون التجاري وتشجيع التبادل وتوسيع التعاون المالي وتقوية التعاون التكنولوجي، ناهيك على أنه على مستوى السياسي كان هناك تعليمات واضحة من طرف الجانب التركي خاصة الوزير الأول على أن نحل المنحة ديال التوازن بطبيعة الحال بتوسيع التصدير، ثم بطبيعة الحال القضية ديال الاستثمارات التركية في المملكة المغربية. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب. شكرا سيد الوزير. لما كتكلموا سيد الوزير على إعادة الصياغة الاستراتيجية، هذا أمر جيد وجيد جدا، ولكن في الواقع خاصنا معطيات يعني معبرة وعملية اللي كتعطينا واحد الأمل فأنه هذه إعادة الصياغة تكون في صالح الجانب المغربي. ولكن ما نشهده اليوم هو أنه الزيارة، يعني بما نرجع إلى 2006 نهضروا على 2013، كانت زيارة فاشلة سيد الوزير. أكيد أنه الإعداد ديالها كانت مسؤولية رئيس الحكومة ومسؤوليتكم بحكم إشرافكم على قطاع التجارة والصناعة باش أنكم تأخذوا جميع الترتيبات لإنجاحها. مع الأسف كنا لاحظنا الهواية والارتجال، حصيلة مخيبة للأمل. اختلطت علينا الأمور، ما عرفناش هذه الزيارة واش زيارة ديال زيارة دولة أم زيارة حزبية أم زيارة فئوية انتقائية لبعض رجال الأعمال. والدليل على ذلك أنه بغض النظر على أخطاء أخرى ارتكبت خلال هذه الزيارة، تغييب لا سي جو ام من المناقشات والتفاوض. يعني كيفاش حنا السيد الوزير بغينا نديروا إعادة صياغة استراتيجية وكنغيبوا واحد المفاوض أساسي وشريك أساسي ومحرك الاقتصاد الوطني اللي ساهم في إعداد اتفاقية التبادل الحر، يتوفر على 30,000 مقاولة ومساهم كبير في الاقتصاد الوطني، وبذلك تدعى جمعية يتعدى عدد المشاركين في 300 مقاولة من أجل التفاوض. وهذا أترى أسفا عميقا حول النتائج المتوقعة لهذه الزيارة وضعف التمثيلية والحرفية التي الاقتصادية والتجارية لرجال الأعمال في تدبير هذه المفاوضات، وحول القدرة على تقييم اتفاقية هذا التبادل الحر وإعادة الصياغة دياله. أكد السيد الوزير أنه اليوم الحصيله ديال الاتفاقيه ديال التبادل الحر استيراد المغرب لمواد مصنعه التركيه وغياب توطين تصنيع تركي منتج ومصدر من داخل المغرب يرقى الانتظارات، بل نبقى سوقا استهلاكيا لصنع بتركيا.
بامتياز ولم تدرج إعادة النظر في على طاولة الحوار، يعني من خلال الصحافة لم نطلع على أنه هناك إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر. اليوم السيد الوزير عجز الميزان التجاري مع تركيا مليار دولار، رقم يعني كبير وكبير جدا. هناك ضعف سياسة ترويجية فعالة للمنتوج المغربي عبر تشجيع عرض تسويقي يستطيع الدخول للسوق التركي، وما اعتذار رئيس الحكومة إلا دليل على سوء التدبير والإعداد لهذه الزيارة. السيد الوزير، الفشل يمكن أن يكون مضاعفا إذا لم نستنبط منه العبر. نتمنى أن تدبروا مثل هذه الزيارة بمزيد من الحرفية والمهنية لكي لا تضعوا على بلدنا فرصا نحن في أمس الحاجة إليها في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها. وشكرا. شكرا السيد نائب، لكم كلمة السيد الوزير في إطار رد على التعقيب. للأسف السيد نائب يبدو أنكم ما فهمتوش تماما الجواب ديالي. أنا أعطيتك بالأرقام، قلت لك حتى 2011 أعطيتك بالأرقام شنو كان العجز الميزان التجاري. من 2011 2012 زدنا في الواردات 300 مليون ديال الدرهم، بمعنى لما بدات الحكومة زاد 300 مليون درهم. من 2005 ل 2011 وأنت عارف شكون كان في الحكومة في ذاك الوقت، عرفتي شحال ضعف الميزان التجاري والعجز. حنا تنقول لك إلا بغينا نحلوا الإشكال مع تركيا خصنا نحلوه استراتيجيا، وهذا هو عمق الموضوع. أما الحديث على القضية ديال التغيير والتصدير، أنت عارف السيد النائب الإمكانيات والقدرات ديالنا التصديرية، عارف الإمكانيات ديالنا على مستوى جد الاستثمارات، فكان نقاش أساسي خصو يدار على هذا المستوى. ونقول لك بالعكس، الكلام اللي قاله السيد الوزير الأول التركي شاف اتجاه الوزير. شكرا، شكرا لكم. انتهى الوقت سيد الوزير. شكرا لكم سيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بسؤال وحيد حول محاربة الفساد للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. فلكم كلمة السيد نائب لبسط السؤال.